أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس. سنة سعيدة للجميع، سنة ركز فيها أو أكد فيها مرة أخرى الوزير وهبي على أنه وزير فريد من نوعه من خلال العدد من التصريحات ديالو. آخرها كان تصريح على خلفية انتحال ولوج لمهنة المحاماة، التصريح الذي أثار غضبا واستياء كبيرين في وسط عدد من الحقوقيين وأيضا وسط عدد من المتتبعين. لمناقشة هذا الأمر معنا الأستاذة مريم جمال إدريسي. أستاذة مريم جمال إدريسي، أهلا وسهلا، مرحبا بك. الله يكبر بيك، شكرا على الدعوة، وتحية لجميع المشاهدات والمشاهدين ومستمعات ومستمعين. قبل ما نبدأ بطبيعة الحال غادي نبقاو مع هذا التصريح هذا الذي أثار لغطا وأثار استياء كبيرا من قبل عدد من المتتبعين على خلفية التصريح الذي أدلى به الوزير وهبي. ولدي عنده جوج الإجازات وعنده في موريال، با لاباس عليه وخلص عليه وقرر في الخارج. نعود مرة ثانية مشاهدي الكرام إلى ضيف الحلقة الأستاذة مريم جمال إدريسي الفاعلة الحقوقية. أستاذة مريم جمال إدريسي، بعد ما تبعتي هذا التصريح ديال الوزير وهبي وزير العدل، شنو قراءتك الأولية له؟ وسبق وأن في نفس المكان في زمن سابق أن تحدثنا عن هذا الموضوع. أكيد أن الرجل في كل مناسبة يؤكد أنه يعني بعيد كل بعد عن هذه المسؤولية ولا يستحقها بالمرة، لأنه من ضرورة أن يكون المسؤول محترما للمواطنة والمواطنين، وأن يقدر يعني مسؤوليته باحترام مستمر لكل الطبقات داخل المجتمع. اليوم كنلقاو عنوان هذا التصريح نقدر نقول لك بأنه هو محاولة لسرقة الأحلام وتحطيم الأمال وتبخيص كل مجهود كيفما كان لكل شاب وشابة، لكل طالب وطالبة اختاروا في مسارهم عوض أن يكونوا من مهاجرين الغير شرعيين أو من المنحرفين اجتماعيين أو الجانحين، اختاروا التعليم، اختاروا الجد والكد والبحث والسهر لليالي. وأنا كنعرف يعني المسار ديال كلية الحقوق لأنني من خريجي هذه الكلية، كنعرف بأنه ليس من السهل التحصيل في العلوم القانونية. واليوم كتجي كتقول لهم المعايير الجديدة للولوج لمهنة المحاماة، يجب عليك أن تكون يعني خريجي كلية أجنبية، لأن يمكن لك يقرأ في مونتريال يقرأ في كندا، عنده الحق وعنده المستوى باش يستحق هذه المهنة، ولكن ولاد الشعب ما عندهمش الحق زعما يعليو السقف ديال الطموح ديالهم واخا يكونوا في واحد المستوى عالي، واخا تكون يعني واجهتي القهر واجهتي الظروف الاجتماعيه القاسيه، ربما واجه الفقر والبعد عن يعني كتعرفوا بانه بزاف ديال الشباب كيقراو في القرى وكيكون واحد البعد المسافه ما بين المدرسه والسكن ديالو، كيتحملوا ديك المآسي وديك الالام. كتجي اليوم كتعطيهم واحد التصريح يعني خطير جدا. هذا التصريح المستوى اللي يعني النفسي خطير جدا. وانا غادي نستحضر واحد مقارنه بينه وبين وليد الركراكي المدرب ديال المنتخب الوطني، اللي قال واحد الكلمه كبيره بزاف، قال لك بانه ما تبقاوش تقولوا بان ولد البنائي ما يمكنش يحقق احلامه. شوف دابا كيفاش الرجل الناجح اللي تبت النجاح ديالو وسعدنا كمجتمع كيفاش كيتكلم، والرجل اللي محمل بالمفهوم ديال الطبقيه الحقيره كيفاش كيتكلم، وهو المسؤول الحكومي عن قطاع حكومي من المفروض يعني ان يحترم منصبه، ان يحترم نفسه، ان يحترم رسالته الانسانيه ان كان من حامل هذه الرساله. دونك هذه الاولى، انت تحطم امال واحلام شباب. الطريقه باش جا داك الامتحان وهذا فيها نظر، لانه غادي يكونوا ضحايا ماشي حتى ديال ضحايا الاله وضحايا الاسئله المباشره ومجموعه من الامور اللي ما غاديش نناقش فيها بشكل كبير، لان الناس اللي دوزوا امتحان عندهم ما يقولوا فيها بزاف. ولكن الخطير كذلك هو ان هذا مسؤول وزير حامل لحقيبه وزاريه كيقول لك كيبخس التعليم العالي في المغرب، اولا كيبخس التعليم بصفه عامه في المغرب، ملي كتقول عميد كلية حقوق من مستوى عالي في دولة عالية، شنو غادي نفهموا بمفهوم مخالفة؟ أن عمداء الكليات ديال الحقوق بالمغرب ليسوا في المستوى العالي، أن دولة المغرب الدولة ديالنا اللي كنحبوها جميع واللي كنفتخروا بها ورفعوا المنتخب المغربي راسنا وكنا عشنا واحد السعادة في نهاية 2022، جيتي تكسر هذه السعادة في 2023، أن الدولة ديالنا ليست في مستوى عالي، واش هذا اللي بغى يوصلنا؟
شنو هي عميد كليه في مستوى عالي في دوله في مستوى عالي او دوله عاليه؟ هذا كلام خطير، هذا كلام يحتاج الى محاسبه. ومني كتقول بان الابن ديالي عنده جوج الاجازات لان باه لاباس عليه في مونتريال يعني في كندا، باه لاباس عليه خلص عليه باش يقرا. فهمت انا منين انت رجل ديال الاموال، رجل غني الله يزيدك، حنا ما تنقولوش اللي عطاه ربي شي حاجه الله يزيده، المال والبنون زينه الحياه الدنيا، ولكن الا يتعارض هذا مع تصريحك او يعني ماشي تصريح واحد، بزاف ديال التصريحات السابقه اللي كتقول فيها بان اللي عنده فلوس ما خصوش يكون عنده القرار السياسي؟ ومني كنت كتهضر على التجمع الوطني الاحرار كتقول بان المجال السياسي يتعارض مع المال وان اللي كيسيروا اموالهم من خلال السياسه لا يصلحون للمناصب السياسيه، فماذا انت فاعل بهذا المنصب السياسي؟ وما محلك من الاعراب ان كنت رجلا ثريا وتمارس السياسه؟ هل القرار السياسي اليوم بيدك من اجل يعني التطاول على القانون؟ هذا سؤال مفتوح، انا ما يمكنليش نتهم شي اتهامات لانه كنعرف الحدود ديالي، ولكن تساؤل حق والراي حق كذلك. ومني كتقول بان الابن ديالك عندك انت الامكانيات الله يزيدك باش تمشي تقريه في مونتريال وما ضربتيش الحساب وليدات الشعب اللي كيسمعوا داك الكلام، وحنا كنعرفوا الشباب النفسيه ديالهم يلاه يلاه غادي يدخلوا في يعني في مواجهه ديال الحياه وعاد بدا يكونوا الشخصيه الحقيقيه من خلال التجارب بما فيها التجارب الفاشله ايضا، حنا كنقولوا التجارب الفاشله كتقوي الشخصيه، ولكن على العموم انت كتكلم مع واحد الفئه ديال الشباب اللي عندهم امل اللي عندهم طموح، وكتقول لهم مزايده بالاموال مزايده بشكون باك وشحال عند باك، ومنين انت عندك الفلوس على ولدك عنده الفلوس ديروا في اطار حريه المبادره ديروا استثمار تفيد به اقتصاد الوطن والتنميه الاقتصاديه للوطن وتوفر مناصب عمل ويخدموا وليدات الشعب في المقاوله، ماشي مشكل. علاش انت كاع غادي تجي لهذه المهنه اللي حنا كنسميوها مهنه الطبقه المتوسطه؟ علاش غادي عندكم فلوس الله يزيدكم ديروا لنا استثمار نفعوا به الوطن ديالكم، نفعوا بلادكم، نفعوا وليدات الشعب اللي متخرجين كيهضروا حتى على كليه الاقتصاد، راه يمكن ولاد كليه الاقتصاد الطلبه الخريجي كليه الاقتصاد انهم يجيو والبنات باش ما نبقاش يعني الشباب بما فيهم ذكورا واناثا يخرجوا من كليه الحقوق او من كليه الاقتصاد او من مدارس اخرى يلقاو مقاولات، الناس اللي عندهم فلوس يستثمروا في بلادهم. خطير جدا يعني انك تولي كتكلم بواحد المنطق ديال الطبقيه، انا كنعتبر هذا المفهوم هذا كيشكل يعني خرق لمقتضيات القانون الجنائي. قبل ما ندخلوا هذه الخروقات والمخالفات اللي خلف التصريح ديالو، ايضا في التبخيس حتى لكليه الحقوق، التبخيس ايضا للخريجين، وهو منين تخرج هو كوزير الا يستحق اليوم ان يكون وزيرا لانه من خريج كليه الحقوق بالرباط؟ اليوم خص السؤال هو هذا، إذا كنت كتعتبر بأن اللي كيقرا في مونتريال راه عنده كفاءة وأن الناس اللي كيدخلوا الكلية ب 19 معدل كيف ما قال داك العميد العالي المستوى، هذا دليل على أنه المستوى ديال المتواجدين بالمغرب وخارج كلية الحقوق ذو المستوى بما فيهم أنت سيدي الوزير، بما فيهم أنت لأنك أنت حصلتي على الإجازة في كلية الحقوق بالرباط، هل تعتبر نفسك اليوم دون المستوى؟ وإن كنت كذلك فماذا أنت فاعل بمنصبك كوزير للعدل؟ ربما هذا اعتراف ضمني بأنه لا أحد في المستوى. طيب إلا انتقلنا كيف ما سميتي المخالفات الدستورية، لأن هذا كيخالف الدستور وفي مساواة أمام المواطنين، وأيضا حتى المخالفات الجنائية، ولا يعني كيف ممكن تكلموا على هذا الأمر؟ أنا كنقول بأن اللي لاحظت في هذا التصريح أن هناك بعد أولا تمييز، لان مشينا للمقتضيات ديال الماده ولا الفصل 431 مكرر مره واحده، كل تفرقه بين الاشخاص الطبيعيين بسبب الاصل الوطني او الاصل الاجتماعي لون الجنس او الوضعيه العائليه، دونك هذا انت درتي واحد التفرقه بشكل واضح ما بين ابناء الوطن، درتي واحد التفرقه انه اللي كان عنده واحد الاصل الاجتماعي ولا عنده واحد الوضعيه عائليه، دونك هذاك الشاب او الشابه اللي تزاد في واحد الاسره فقيره او اللي تزاد يتيم او اللي قرا يعني في دور اليتامى ولا اللي قراو في المؤسسه السجنيه، راه كاين خريج المؤسسه السجنيه يعني عنده واحد الوضعيه عائليه ماشي هي هذيك، انت يعني قصيتيه واعتبرتيه ذو المستوى وقلتي بانه خاص يكون معايير جديده ويكون عندك جوج اجازات وتكون عندك 19 باش تدخل كليه الحقوق، دونك انت كتقول بشكل يعني ما نقولش غير مباشر بشكل مباشر ان هذه معايير اللي خصها تكون باش نتكلموا على من هو يعني اهل
ومن هو الاجدر بالولوج لمهنه المحاماه. هذا الشيء زعما كيشكل خرق للقانون الجنائي من وجهه نظري انا. ما كنتهمش انا كندير قراءتي في اطار حريه الراي والتعبير، انني رايت في هذا الكلام تطابقا مع مقتضيات الماده او الفصل 431 مكرر مره واحده. ولا مشينا ابعد من ذلك غادي نقدروا نمشيو لمقتضيات الماده 360 باش نقول الفصل 360 من مجموعه القانون الجنائي اللي كتقول لك من زيف او زير زور او غير في الرخص او الشهادات. هذه كذلك الا مشينا القرار ديال وزير العدل، عنده واحد القرار اللي هو رقم 43 ميم شين ميم 2022 الماده 6 منه كتقول بانه الشروط باش تنجح في الامتحان، حيت هذا امتحان ماشي مباراه. نعم المباراه مرتبطه بالمراسم الشغل اللي كتكون كتحددها، يعني المراسم الماليه اللي كتحددها وزاره الماليه لقطاع معين، وكيكون واحد العدد على حسب الاحتياج ديال كل قطاع. قطاع اما هذا امتحان حتى هو ما يمكنش يكون زعما بدون دراسه مسبقه، ولكن على العموم هذا امتحان وانت حددتي فيه الشروط وجيتي للماده 6 من القرار ديالك وكتقول بانه اللي يحصل على 80 من 160، اللي هي 10 80 من 160 توسط. في التصريح كتجي وكتقول في التصريح كتجي وكتقول بانه الاله عطاتني 800، وانا قلت لهم هادشي ماشي وهداك ما يمكنش، وانا بغيت نهضر ومشي مشاو كيجابوا لي 2000 وشي حاجه ياك. نعم دونك على اي اساس ديك 1200 اللي تزادت شحال المعدل ديالها؟ المواطنات والمواطنين خصهم يعرفوا، هاد المترشحات والمترشحين دوزو امتحان خصهم يعرفوا شحال النقطة اللي راجطيتي بها، وعلى أي أساس شنو هو القرار؟ أنت خالفتي القانون، لأن القرار فيه المادة 6 واضحة، أنت خالفتي القانون ومن معك خالفوا القانون والفصل 233 إذا حصل اتفاق على أعمال مخالفة للقانون، ما بواسطة اجتماع أفراد أو هيئات تتولى قرار من السلطة العامة أو بواسطة مراسلات، فإن مرتكب الجريمة يعاقبون من شهر إلى 6 أشهر. إذا حصل اتفاق بوسيلة من الوسائل المشار إليها في الفصل السابق، هذا الفصل 234 ضد تنفيذ القوانين أوامر الحكومة، فإن الجنة يعاقبون بالإقامة الإجبارية لمدة لا تتجاوز 10 سنوات. دونك ها مخالفة أخرى. والمادة 360 تنقول لك أنا يعني ملي كنولي كنغير الحقائق، دونك حنا عندنا ناس اللي ما جايبينش 80 على 160 وداز كاينين في اللائحة، شنو هي الوضعية القانونية ديالهم؟ أما النص واضح في هذا المسألة. دابا السؤال شنو هي الوضعية القانونية ديالهم؟ ونقطتهم لا تتطابق مع مقتضيات المادة 6 من قراركم سيدي. ونتساءل عن خلفيات هذه الزيادة هذه في العدد ديال المقبولين. خلفيات الزيادة واش انا وداك ال 800 الاولى ما كانوش فيها اسماء مثلا، واش انا ما وصلتش للوبجيكتيف؟ زعما سؤال وفرت مناصب العمل. انا كنقول لك بان هذا تناقض خطير، هو تيقول لك انا ما عنديش مناصب العمل، لانه بالفعل هذه ليست مناصب عمل، لان ما فيهاش صالير ما فيهاش اجرة، ما كاينش مناصب عمل. ومن بعد كتجي كتقول انا خلقت 2000 منصب شغل، شنو هي الظروف؟ خاصكم تصفقوا لي وتعاونوني وانا خضعت للضغوطات. هذا كلام خطير، كيفاش خضعتي للضغوطات؟ واش حنا عايشين في شي غابه؟ هذه راه دوله فيها مسؤوليه، ما كاينش ضغوطات. كان حوار مع الهيئات المعنيه اللي كتقول لك بانه خاص شروط باش المهنه تكون في المستوى. هي كنقصدوا بطبيعه الهيئات المحامي، مهنه المحاماه هي مهنه اللي عندها واحد الدور كبير في العداله في المغرب، وما يمكنش يكون عندك محامي ما مرش يعني من تكوين لائق في مكتب تمريني لائق، وكذلك معهد تكوين. يعني انت كوزير اول حاجه كنتي تفكر فيها بعدا هي معهد تكوين وفي الظروف، وعدل المقاربه التشاركيه من اجل دراسه الوضعيه الحقيقيه اللي كتعيشها مهنه المحاماه، وتعرف الاحتياجات حسب الهيئات وحسب الجهات، ويكون واحد الدراسه ونديروا امتحان ديك الساعه ونديروا مباراه ولا تكون شروط، ولكن هذا كله لفائده العداله ولفائده ابناء الشعب اللي كيخصهم يتخرجوا ويستافدوا من التكوين ويحسوا بانهم بالفعل راه كيحصلوا على عمل محترم، ماشي غير تجي تقول لنا انا وفرت 2000 منصب شغل وانت كتناقض مع راسك الاول كتقول انا ما عنديش مناصب شغل. يعني كلام متناقض في حوار نفسي. راه خليت التناقضات اللي طرحناها في عده مناسبات ما بين فترات وما اخرى، رجل راه ولا عنوان ديالو هو عنوان رجل متناقض، الرجل المتناقض غير ثابت على موقف او مبدا، وهذا خطير وخطير جدا يكون عندك مسؤول غير ثابت على موقف او على مبدا، لانه ما بقيناش كنعرفوا. تيقول لك السياسه ترجع في كلامك، انا ما عمرش شي واحد يقول لك السياسي ترجع في كلامك. على ذكر السياسي يكون عندك مبادئ وتكون مناضل، يعني غير سوي بين قوسين نفسيا. الملحد هو انه كيقول لك بانه هذا الصراحه اللي دلا به على خلفيته اللي عرضناها في البدايه ديال البرنامج، كيقول بانه هو جاوب الصحفي على غرار ما ساله، وبالتالي فهو غير كيضحك معاه ولا من باب. واش هذا مسؤول حكومي اللي كيتكلم بهذه المنطقه هذا؟ واو قلنا ذاك النهار قلنا التهريج السياسي هذا هو والله عطيه الصحة، إلا كان بغي يضحكنا
2023 راه غادي نقولوا له راه ضحكنا حتى بكينا وتيقنا البكاء في النهايه وبقينا كنبكيو وحنا كنبكيو على الوطن ديالنا لان كنحبوا هاد البلاد. وانت شفتي الجماهير المغربيه كيفاش تفاعلت وكيفاش خرجت للشوارع عرفتي منسوب الحب لينا لهاد منسوب الحب اللي كنحملوه في قلبنا لهذا الوطن يعني ما كنحتاجوش عليه شاهد او كنحتاجوا عليه شهود او لا كنحتاجوا عليه ديك المشاهد وديك يعني الحب اللي بينا يعني مده قصيره. دابا كانت مناسبه كرويه كانت مناسبه رياضيه ولكن راه كانت عندها يعني معاني كبيره وشفنا جلاله الملك نصره الله كيفاش استقبل اللاعبين والامهات ديالهم بكل تواضع وبكل حب. وشنا المدرب اللي اعطى رسائل في التنميه البشريه تعلم راه ما بقاتش في انا محامي ولا رئيس جماعه ولا انا كاتب عمد الحزب ولا هذا الشيء لا يساوي شيئا ان لم تكن الاخلاق في مستوى عالي ولم يكن التواضع لان قلت لك المغاربه تيبغيو بلادهم. اليوم بكيتينا لان حسينا ان وزاره العدل في خطر وان الحكومه في خطر مادام فيها مسؤول يهريج. شنو التهريج؟ انت مسؤول الكلام ديالك في واحد الوقت اللي الناس كتبكي. انا كنقول لك انا كنعرف طالبات وطلبه اللي كيبكي والان باقي تيبكي وجاهم الاحباط ما بقاش عندهم امل تخلعوا لان الانسان تيقرا سنين هو كيوجد ما فهم حتى شي حاجه وباش تعطيه تفسير عطيه تفسير اللي كتحترم فيه نفسك وتحترم فيه المتلقي. جيت تقول لي انا كنهرج اسمح لي الا باغي تهرج راه كان ممكن دير دور ديال ممثل كوميدي ولا عطى الله الادوار اللي ممكن تضحك فيها الناس بلا ما يترتب على داك التهريج مآسي والم وبكاء حقيقي. انا كنقول بان هذا الرجل الذي أبدى أو أظهر كل أشكال التكبر والعجرفة وتطاول على حقوق الآخرين ونذكرك بشي حويجات نهار اللي قال يوم الأمين العام الأصالة والمعاصرة بعظمته لعقلتي على واحد صريح لا يترأس رئيس حكومة بعظمته الطريقة باش كيجلس إلا شتي واحد الطريقة باش كيجلس كيبين تيمرر الرسائل بأنه أنا راني منفوخ فواحد المنصب معين. أها ومني كان كيهضر في الموضوع ديال التقاشر لعقلتي كان كيقول لهم أنا كيخدموا معايا المؤسسات كاملين وأنا زعما هو محور الكون مع أنه في ديك اللقاء ما كانش كيحضروا كوزير عدل كان كيحضروا كرئيس جماعة واستعمل صفة أخرى. هنا كيبين لك عاوتاني جولوا العظمة فين واصل الطريقة باش قال لهم أنا اعتقلناه وجبنا يعني كيوهم المتلقي انه عنده سلطات اكبر من حجمه الحقيقي لانه ما عندوش ديك السلطه عندنا رئاسه النيابه العامه. ثم تجي تقول لنا اليوم با لا باس عليه ماذا يقع وماذا سيقع وننتظر ماذا سيقع لان هذا الشيء ما يمكنش يتقص عليه من خلال هذا الجرد كله. يعني تعددت سقطات الوزير وهبي من عدد ديال الناس. واش هي سقطات مقصوده؟ واش هو شنو القصد منها؟ حنا امام حكومه تقدم على انها حكومه كفاءات. حنا ولينا امام حكومه اللي اقل كفاءه هذا الطف التعابير. كان واحد الوقت وهو برلماني جا كيهضر في البرلمان بواحد العصبيه وانا نذكرك بالحركه ديال كان كيدير لي الدو هكذا وكان كيغوت تيقول لهم كتشتموا المغاربه كتسبوا المغاربه عقلتي على فعلا داخل كيف المغاربه وقسميتهم بالقطيع وكذا وسميتهم بهادي. بالله عليك واش كنتي كتمثل علينا؟ واش كتضحك علينا؟ واش كنتي كتلعب بالمشاعر المغاربه باش يصوتوا على الحزب ديالك ومن بعد تخرج انت دير كثار من داكشي اللي كنتي كتهضر عليه؟ انا مازال ما فهمتش كيفاش هو وزير زعما الصراحه. ولكن المناسبه شرط انا غادي نقول لجميع الطلبه والطالبات اللي خاضوا هذه التجربه وممكن يخوضوا تجارب اخرى وطننا لازال بخير ما دمنا نحن فيه لان نحن هم يعني المكونات الاساسيه. أنا وزير يشكل يعني استثناء في مرحله معينه وغادي يسالي هذه الوزاره وغيولي اللي تيتلاقاه في الطريق ما غيسلمش عليه. انا متاكده ودازوا وزراء ما داروش نفس فضائحهم كيسلم عليهم حد ما غيسلم عليه حتى شي واحد. ما خلاش الاثر الجميل في نفوس الشباب اللي هما مستقبل الشباب اللي عندهم 21 هو دخل المحاماه على 28 سنه الشباب اليوم راه عندهم 21 20 21 22 قراو بجد
وجاو يتخرجوا ما ضيعوا سنوات ما جلسوا بطاله طويله، جاو اليوم بغاو يجربوا حدهم وكاينين فيهم اللي اكفاء. انا شفت واحد المداخله يدير واحد من الطلبه الراسبين باش ما يقولكش ساقطين، الطريقه باش كيهضر مستوى عالي جدا، الطريقه باش كيتكلم وطريقه ضبطوا النصوص القانونيه وطريقه التحليل. وهذا سؤال ايضا، واش اللي يقرا مثلا دابا ناخذ هذه المعايير، باش ما نتكلمش على ابناء اللي كلشي عندي فحال فحال، كي ابن المحامي كي ابن النجار كي ابن الطبيب كلشي فحال فحال، كي ابن الوزير، واخا انا كنعرف الدول اللي كتحترم النساء والوزير كاع ما يدوز امتحان باه وزير باش نتجنبوا الشبهات، ولكن على العموم عندنا كلشي فحال فحال، الوليدات كلهم من حقهم، اللي عنده شي طموح عنده شي حلم حتى ما يمكنناش حنا ندخلوه فيه ونقولوا ليه شنو خصك دير شنو ما خصكش دير، حقه، ولكن تكون المعيار ديال المساواة والتكافؤ ديال الفرص يكون فحال فحال، ما يكونش تمييز. دابا غادي نقول غير بمعيار جديد، الا كانوا الوليدات اللي تيقراو في دول اجنبيه تيقراو قوانين اجنبيه وكيجي يدوز امتحان اللي هو اسئله، هذه الاسئله المباشره كيسام، دابا هذه فيها اسئله مباشره ودقيقه، فيها اجال، فيها واش زعما انسان غيقرا في دوله اجنبيه وغيجي يضبط هذه الاجال ويضبط هذه المعلومات بهذه الدقه. مازال ملي كنا في منطقه التحرير نقدر نقول لك الهندسه الفكريه القانونيه كتعطي الحق، لانه يقدر واخا ما يكونش معلومه دقيقه ولكن الطريقه ديال التحرير كتبيع المستوى ديال الطالب او الطالبه او المرشح المرشحه كتبين على واحد المستوى. اليوم انا حنا عندنا اسئله مباشره، كيفاش هاد الناس اللي انت بغيتي تقول دابا اللي بغى يقري ولادو في الخارج ويدوز لكليه الحقوق 19 هو اللي يجي يدوز امتحان، واش غادي يضبط لنا الاجل اللي كاينه في القانون المغربي واش هي نفسها تتطابق مع تلك المعطيات القانونيه والمعلومات القانونيه اللي كاينه في القانون الاجنبي؟ واش خصو عادي يجي عاوتاني يدير ميزاجور بالقانون المغربي؟ شحال خصو ديال الوقت؟ راه القانون راه بحر، القانون راه ماشي سهل، راه غير الماده الجنائيه راه ما تساليش، الا بقيتي كتهضر في القوانين والظهائر ديالها، اللي جيتي في الماده المدنيه ما يمكنش تسالي، الماده التجاريه هلما زعما جره من المعطيات ومن المعلومات، راه بحر 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 كبير، راه حنا ما كنقدوش نضبطو. راه علاش كنقولوا اليوم كيخص يكون التخصص باش تكون الكفاءه، وهذا الشيء كان ممكن يكون من خلال المعاهد والتكوين والتكوين المستمر. راه ماشي ساهل الماده القانونيه، سي فغي كاين دول اللي كيشرطوا واحد المعدل باش تولج، غير تونس حدانا كيشرطوا واحد المعدل باش تولج كليه الحقوق. هذا اختيار اللي ممكن يكون موضوع دراسات من طرف تروح للنقاش، مع انني من الناس اللي كيقول بان النقاط ما عمرها كانت معيار، لانه تقدر تكون عندك نقاط عاليه وجبتي في مواد علميه او مواد اخرى ديال الحفظ جبتي فيها واحد النقط اللي اهلت لك انك تولج واحد الكليه، ولكن في ذاك العلم بالضبط ما عندكش ديك القدره على انك تكون متفوق فيه، لان العلوم القانونيه عاوتاني فيها واحد الهندسه مختلفه، واحد الهندسه علميه مختلفه، تقدر الانسان ما يتفوقش يبان واحد السنوات ولكن في كليه الحقوق يولي يجي هو الاول. نعم، طيب كسؤال اخير ومحور اخر، نحن الان في هذا الاثناء نعيش نوع من السخط ديال هاد الوليدات هادو البنيات اللي لسبب او لاخر ما تقبلتهمش الاله ولا اللجنه، شنو الخطاب اللي ممكن تكلموا عليه رغم انه هاد السيد هذا الوزير وهبي كسر الامال ديالهم، وحنا يلا خرجنا واحد الامل ديال المونديال وديال التحدي وديال تحقيق المستحيل ايضا وديال التفاؤل. شنو الكلمه اللي ممكن تكلموا؟ كانت عندنا واحد الطاقه زوينه في الحقيقه، والله الا كانت عندنا واحد الطاقه زوينه خصنا نستثمروها. اولا الاستثمار في الاموال شيء جيد، الاستثمار في بزاف ديال الامور الاقتصاديه شيء جيد، والاستثمار في البشر كذلك هو مهم ومهم جدا، لانه بدون راس مال لا مادي ما غاديش نحققوا التنميه المنشوده، ولا ما غادي يكون لنا نموذج تنموي ولا حتى شي حاجه الا بقينا بهذا النوع من المسؤولين اللي كيبخسوا الطاقه البشريه ديال البشر، اللي كيبخس البشر، الانسان اللي كيبخس البشر خصو يتعاقب ويتحاسب وخصو يستقل هو لا بغى يستقل او لا يمشي في حالاته باي طريقه من الطرق. ما يمكنش رجل اللي تيجي في واحد المنصب مسؤول ويبدا يحبط لنا الشباب، لان الشباب قلت لك هما المستقبل وهما المعول عليه، وانا كنقول لمن يسمعوني ما تفقدوش الامل، ما تفقدوش الامل، لان هذا الرجل راه سبق وتكلمنا عليه وقلنا بانه عنده شي مشكل، عنده شي خلل نفسي، ما تديوش عليه واعتبروا ان هذه المساله هذه انا كنطالب انه يتفتح فيها تحقيق باش ما الكل يدير حقين حقه. انا التحقيق لانه هو قال لك انا ما عنديش مجرمين باش نفتح تحقيق، كاين شي اللي قالوا واش حنا عندنا جريمه باش نفتح، ما انت ماشي واحد جالس في القهوه يطالبني انا، راه كاين الناس اللي يقدروا يفتحوا تحقيق، الجرائم ماشي موضوع ديالك، راه كاينه الرئاسه النيابه العامه، راه كاينه الجهات المسؤوله، انت الفساد الا كان كخص يتكشف، حنا ما يمكنناش نحلو تحقيق حيت كاينه جريمه، ولكن عا شبهه بعدا غادي نفتحو تحقيق، كاينه شبهه، الطريقه باش جاو اسماء متتابعه
ونفس ذاك البطاقه ديال التعريف الوطني كتبين بانه نفس المنطقه او نفس وذاك الشبهات مطار تساؤلات كيخصها جواب، والجواب ما خصوش يكون من عنده، خصو يكون من جهه اخرى محايده اللي تفتح تحقيق وتشوف واش كان احترام بعدا باش تشوف واش كان احترام يعني المعايير والاله واش عطات. اما هي الخرق ديال الماده 6 القرار ديال الوزير راه ثابته هو اعترف بها، وكان اكثر من هذه واش جريمه هذه، انت كتعترف بانك خرقتي القانون وانت مسؤول، كتعترف انا عطوني الاله عطاتني 800 وانا قلت لهم لا ما يمكنش، من تكون من تكون نحن نحتكم في هذا البلد للقانون والقانون هو سيدنا جميعا، هذا سيادة القانون وكلنا كنحترموا القانون، شكون انت باش تشرع في لحظة ما بدون علم الاخر وبدون علم الاخرين، جيتي قلتي لا ما احترمتي القرار اللي صدر عندك عن صفتك كوزير، ما احترمتي ما عرفتش انا كيفاش كانت ديك الاله كتخدم، ما احترمتي ديك النتائج اللي عطات الاله ولا ديك اللجنه اللي كانت مع الاله، وتقول لهم سيروا زيدوا لي باي منطق فين جالسين حنا في الزريبه. لا يجب ان يحاسب الرجل ولكل ذي حق حقه، ولكن الاحباط لا، الاحباط لا، لانه انا ام وبزاف الناس كيسمعوني راهم امهات واباء وعارفين راه الالم ماشي عند الوليدات بوحدهم، راه المجهود ديال الاباء اليوم اللي تيقريو وليداتهم في مدارس خصوصيه واللي تيحاولوا يديروا زعما انشطه واللي عند اللي ما تيقريش كاع ولده في مدرسه خصوصيه وكيتحمل العناء والخوف ديال هي كتنتظر الابنه ديالها اللي كتخرج من المدرسه مع الربعه د العشيه وعندها ساعتين ديال الطريق سته باش توصل، اولا ولدها كيخصو يخرج مع الفجر باش يلاه يوصل يقرا، وهي كتالم وهي كتفيق قبل منه بساعه باش توجد له يعني باش يفطر او باش يتغدى لانه المدرسه بعيده، وليدات الشعب كيتكرفصوا، وليدات الطبقه المتوسطه كيتكرفصوا، والناس كتصرف من طاقتها من عمرها من مالها باش يعني كتحاول تحقق الابناء ديالها الاحلام ديالهم، يجي رجل بكل عجرفه وبكل تسلط وبكل تجبر وبكل وقاحه وبكل قله اداب يقول لهم انا ولدي نجح لانه عنده جوج الاجازات في مونتريال، من تكون كفاعبة هذا الرجل خصو يمشي في حاله. شكرا جزيلا استاذه مريم جمال ادريسي، وانت المحاميه بهيئه الدار البيضاء وايضا الفاعله الحقوقيه، كنت معنا ضيف انفاس بريس. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم والى اللقاء.